السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج الأوتوديرن، وده برنامج أو أداة تضاف لبرنامج الأوتوكاد، وبرضه نفس الكلام اللي احنا نقوله النهاردة بيضاف في الأوبن رود وديزاينر، وبيضاف للسيفل 3D، ويضاف للميكرو ستيشن. طيب بكل سهولة خلينا نروح للسمارت باص. هقول له إن أنا عايز أرسم أرك بشكل دوت، حد أول نقطة المكان بتاعي مثلا مش كده، وبعد كده هبدأ اكمل المسار بتاعي اهو. بالشكل دوت ممكن نقول له اكسباند، ونبدأ نشوف الخصائص. ليك ان انت ترسم مثلا جنريت ارك باص، او ان انت تقول له انا عايز ارسم كورنر، نفس الاعدادات اللي هنا ديت. بالشكل دوت يعني تقدر تبدل بينهم بكل سهولة، وممكن تقول له بريفيو ارك باص بالشكل دوت، تيرن وايل فروم ستوب. طيب لو جينا نبص للاعدادات، هتقول له هنا سيتنج، فهتلاقي هنا اليونت وسيف سيموليشن، ممكن نسيبها في drawing folder او output folder. display option الزاوية نفسها هتبقى امتى، vehicle default، permission لو انت عايز تحط password، hint تظهر امتى بالشكل دوت، properties general لو انت بترسم حاجة 2D هتبقى موجودة في any layer، والالوان بتاعتهم. هنا بقى على المركبات، تقدر تختار من الاكواد اللي موجوده هنا، اشتو دي اللي هي المنظمه الامريكيه للطرق، تقدر تشوف ان الحاجه اللي انت هتاخدها. مثلا عايز تعمل المثال بتاعك على سياره مثلا من النوع دوت، تمام اوكي. ممكن تقدر تتحكم في الباص كنترول، تقول له مثلا عايز اتحكم في الباص دوت، فيبدا يديك ان انت تزود نقط او تغير نقط، او ان انت تحرك المسار كله، وتقدر تدوس على الاد وتضيف نقط زي ما انت عايز. ممكن اقول له طب انا عايز اشوف المركبه بتتحرك ازاي، فاقول له مثلا عايز انيميشن. اجي هنا انيميشن واقول له انا عايز اشوف محاكاة للسيارة تبقى ماشية ازاي في الطريق دوت. اهي السيارة اهيت، طيب لو انا عايز اعمل بروفايل هقول له انسرت بروفايل، واروح مختار الشكل اللي انا عايزه واقول له اوكي، يعمل لي البروفايل اهوت بالشكل دوت، فيه كل المعلومات اللي انا عايزها، الويتس والتراك واللوك تو لوك تايم والستارتنج انجل وكل حاجه.